بعد أن كانت الأرض ستدمر على يد ماجين بو، قتله كل من جوكو وفيجيتا. وبعد أن تمكن ستان من جمع سكان الأرض، استطاع جوكو أن يجمع الطاقة منهم وهزم ماجين بو بقنبلة طاقة عظيمة. وبعد مرور نصف عام، نسي الناس كل شيء عن بو بفضل كرات الدراغون بول. ولكن شرا كبيرا استيقظ ليقلب كل الموازين. دراغون بول سوبر، حرب بين سادة الحروب. دراغون بول سوبر في الأوقات التالية على أكشن.